هنا المقدم ديال الشرفه كيف ما كتشاهدوا الدور ديال الركراكه تسمى العوده، كنسموها حنا العوده ديال الشريف. هنا كيف ما كتشاهدوا تحيه لواحد المتبعيه والابن ديالها، لقيتهم هنايا من المتبعين ديالي في القناه، الله يحفظهم والله يضمنهم والله ييسر امورهم. وراه ركراكه هما هادو، والدور هو هذا، والمقدم هو هذا. وتحيه لخوتنا المغاربه ومرحبا بكم في الموسم ديال الصويره. هنا الناس كتداعى والشرفة كيداعى والله كيداعى مع الجميع، واللي ناوي شي غرض الله يقضيه ليه ويبلغوا ليه، واللي حاملة الله يفكوا حالها على خير، واللي ما عندهاش الوليدات الله يطلق حزامها ويفكها على خير وتهي تفرح كيف الناس، واللي مريض الله يشافيه ويداويه في الغيب ويطب حالنا وحاله، واللي ما عندوش الله يرزقه من فضله ومن نعيمه. وهذه راه دعوة ديال باكم العبدي في تراب صويرة في قارة الشرفة في ركراكة بالضبط. كيف ما كتشاهدوا كاين الامن وكاين الامل الحمد لله والشكر لله، والنية في الله سبحانه وتعالى، واللي نوى شي حاجة في الله راه غادي يدركها، كل شيء الله سبحانه وتعالى. تحية للقوات المساعدة والشرطة والناس المخزن كاملين من هذا المنبر اللي واقفين والصاهرين على أمن وأمان المملكة المغربية، الله يحفظهم والله يضمنهم والله يخرج سربيسنا وسربيسهم على خير، الشيء اللي كنتمناو اليوم.
مسؤولين واش غرض الله يقضيه ليه.
الزاويه هي هذه كيف ما كتشاهدوا. هنا الشرفة مجموعين في الزاوية كيديروا الفاتحة كيف ما كتشاهدوا يقراوا القرآن. والله يبلغ المقصود، كل واحد جاء زيارة لهذا المكان. وكتقرا في كل صالة آيات الكرسي تحفظك من كل شيء. يا ربي آمين. وينك محفوظ الله. اللهم آمين. أنت راجل طيب. اللهم آمين. وزوين. اللهم آمين. كنتي فينا الخير. اللهم آمين. خدمة الجمعة. اللهم آمين. هذاك الشيء اللي نويتي الله يخدم. اللهم آمين. عاد نهار الخير يتجبر غير. والله يدري في المضيق طريق. وفي العدو صديق. قولوا آمين. آمين. اللي جا بكر الصديق. وجا عمر وعثمان وعلي. وجا ولي الله الصالحين. ومن فيه النوبة. وسادات الكراكة. الله يحفظهم لينا. والله يكرمهم. والله يقوي إيمانهم. والله يخلد زادهم. وكاع اللي جا على شي غرض الله يقضيه ليه. واللي مريض الله يشافيه. واللي مسجون الله يطلق سراحه. اللي عنده حاجة خير الله يقضيها ليه. وانت بغينا لك خير الدارين. يا ربي امين. اخير ديالنا وديالك لا اله الا الله محمد رسول الله. عليه الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين.